أهلا بيكم، معكم دكتورة هبة زكريا أبو حشيش، مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي كلية البنات جامعة عين شمس، ودي محاضرة في مادة تراكيب نسيجية. المحاضرة دي هي الجزء الثاني من محاضرة بعنوان Plane Weave Modifications، أو التعديلات اللي بتتعمل على البلين ويف، وهنتكلم في الجزء ده على المات ويفز. المات ويفز هو نوع من انواع الموديفيكيشنز او الدريفاتيفز اللي طالعه من البلين ويف ستراكشر، وبنحصل عليه باننا بنعمل امتداد في البلين ويف في كلا الاتجاهين، في اتجاه الوارب وفي اتجاه الويفت. واحنا عندنا اربع انواع من المات ويفز، عندنا ريجولار وايريجولار وستيتش مات وفانسي مات. هناخد اول مثال عندنا للمات ويف، مات ويف 2x2، وزي ما قلنا انه المات ويف او الباسكت ويف هو نسيج بلين او نسيج ساده ممتد في الاتجاهين، في اتجاه السده وفي اتجاه اللحمه. طبعا عندنا خيوط الوارب والويفت بيتضاعفوا، وبيبقى عدد الخيوط الوارب وعدد خيوط الويفت مساويه للحركه بتاعه التركيب النسجي. يعني الحركه عندي هي 2x2، ده معنى ان كل خيط هيطلع فوق 2 وينزل تحت 2. لما نيجي نحسب عدد خيوط الوارب هتبقى 2 + 2 هيساوي 4، هيكون عندي الوارب 4. وبالنسبة لخيوط الويفت طبعا عشان احنا قلنا ان المات ويف ممتد في الاتجاهين، فالاتنين هيتضاعفوا بنفس الطريقة، 2 + 2 هيساوي 4. يبقى الريبيت يونت للمات ويف 2x2 هيتعمل على 4 خيوط للوارب و4 خيوط للويفت. تعالوا نبتدي نرسم التركيب النسجي. في البداية هنحدد خيوط الوارب 1 2 3 4، وبعدين خيوط الويفت 1 2 3 4. هحدد المساحة اللي أنا هشتغل فيها التركيب النسجي بتاعي بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي نملى التركيب النسجي بتاعي اللي هو بالمات ويف 2x2. احنا قلنا انه المات ويف نسيج ممتد في الاتجاهين، فانا هطبق الحركة 2x2، مرة في اتجاه السدة ومرة في اتجاه اللحمة. وهنبدأ طبعا في المرتين من المربع اللي تحت على الشمال، دي دايما نقطة البداية بتاعتي. فانا هبتدي دلوقتي هطبق الحركه بتاعه المات ويف في اتجاه السده، فانا هبدا من المربع اللي تحت على الشمال وهبدا اعمل 2 1 2 على 2، تمام، 1 2 على 2. طيب هنبدا دلوقتي نطبق نفس الحركه على اتجاه اللحمه، فانا عندي اول مربع فيه علامه، ادي 1 2 على 2. طيب تعالوا نعمل حاجة دلوقتي علشان نعرف نملى بقية التركيب النسجي. هنمسك الحركة الأولانية بتاعتي اللي هي في اتجاه السدة، احنا حطينا علامة 2x2، فأنا هاجي في النقطة اللي بعدها هتتغير وضع العلامة، هحط هنا خط أفقي، يعني بعد الخط ده العلامة أو المربع هياخد علامة مختلفة. فأنا هاجي علشان أحدد بس النقطة اللي بيحصل فيها اختلاف أو اختلاف في حركة الخيط، دلوقتي الخيط الأولاني، خيط السدة الأولاني كان فوق أول فتلتين للحمة، بعد كده هيبقى تحت 3 و4، فأنا هحط خط كأنه خط فاصل ما بين تغيير الحركة بتاعة خيط السدة، تمام. ده هيساعدني في أني أوزع العلامات للمات ويف. أنا عملت كده في اتجاه السدة، هبتدي أعمل اللي عملته في اتجاه اللحمة، 1 2 على 2، فأنا هاجي هنا وهحط خط خفيف كده، تمام، عند النقطة اللي بيتغير فيها الحركة أو اللي بيتغير عندها حركة الخيط، تمام. هنبص هنلاقي دلوقتي المربع الكبير بتاع المات ويف عندي اتقسم لأربع مربعات، بقى شكله من بعيد زي البلين ويف بس كل مربع فيه أربع مربعات. دلوقتي هبدأ أطبق عليه قاعدة البلين اللي هي قاعدة التبادل، يعني مفيش عندي مربعين جنب بعض ليهم نفس العلامة، بنوزع العلامات بالتبادل. فعندي كل مجموعة من المربعات في المربع الكبير هيبقى ليهم نفس العلامة، تمام. لو أنا عندي ده بلين ويف يبقى الجزء ده مش هيكون فيه علامات، ولا الجزء ده العلامات هتتوزع بالتبادل، فهتبقى هنا بالشكل ده.
احنا كده وزعنا العلامات بالتبادل زي وزي البلين ويف بالظبط. يبقى انا عندي لو مشينا مع اي فتله من خيوط السدة او اي خيط من خيوط اللحمه هيتطبق عليه نفس الحركه. تعالوا نتاكد، هنمشي مع الفتله الاولانيه 1 2 على 2، على الفتله اللحمه الثانيه 1 2 على 2، لو مشينا مع خيط السدة 1 2 على 2، ولو مشينا مع رقم 4 مثلا 1 2 على 2. يبقى انا دلوقتي عندي ده هو المات ويف 2 على 2 او الباسكت ويف، النسيج الممتد في كلا الاتجاهين، نسيج بلين ممتد في كلا الاتجاهين 2 على 2. هنعمل دلوقتي تكرارين من المات ويف 2 على 2. طبعا احنا عندنا الريبيت يونت للمات ويف 2 على 2 اتعملت على 4 خيوط للوارب و4 للويفت، فهيبقى عندي التكرارين 8 في الوارب و8 في الويفت. هنبدا الاول ان احنا نرقم خيوط الوارب، ادي 8، وهنرقم خيوط الويفت بالشكل ده. هنحدد المساحه اللي هشتغل جواها، وبعدين هبدا اوزع التركيب النازلي، وهبدا اوزع العلامات 1 2 على 2، 1 2 على 2. ممكن واحنا شغالين نحط بقى الخط 1 2، وبعدين هنحط بالشكل ده، عملنا الفاصل وبعدين على 2 نعمل الفاصل التاني. ده هيسهل لنا جدا انه احنا نوزع العلامات لما التكرارات تزيد معانا وما نتلخبطش. احنا كده عملنا في اتجاه السدة، تعالوا نطبق المات ويف 2 على 2، نطبق الحركة 2 على 2 في اتجاه اللحمة. 1 اول مربع على الشمال عندي فيه علامة، 2 على 2، 1 2 على 2. طبعا هنيجي هنا في الاتجاه الافقي ده وهنبدأ نحط برضو كده، وبعدين خط فاصل عند تغيير العلامة. تمام، يبقى احنا كده قسمنا التكرار الكبير، قسمناه على حسب حركة الخيط. دلوقتي كل مربع فيه علامة هيبقى المربعات اللي جواه كلها زي بعضها، يعني المجموعة دي فيها اهو علامات، يبقى كل المجموعة دي المربع الكبير الاولاني جواه 4 مربعات كلهم هيبقى فيهم نفس العلامة. طبعا اللي بعديه هيبقى فاضي، كله هيبقى فاضي، هنا هيبقى فيها علامات، كل المربعات اللي جوه المربع الكبير هيكون فيها علامات، والمربع الفاضي هيفضل كله فاضي. هنيجي على اللي بعدها، هنبتدي بقى نوزع العلامات بالتبادل. تمام، وبعدين هنا برضو نفس الحكاية، انا هنا مليت العلامات كلها بالتبادل، يعني المربع الكبير ده من بعيد زي واخد نفس قاعدة البلين، بس احنا قسمناه عشان نعرف نوزع العلامات بعد ما ضعفنا خيوط السدة وخيوط اللحمة، وعملنا تكرارين من المات ويف 2 على 2. زي ما انتم شايفين دي الريبيت يونت للمات ويف 2 على 2، ودول 4 ريبيتس او 4 تكرارات لنفس التركيب النسجي. وهنلاحظ هنا ان خيوط السدة بتتحرك في مجموعات، يعني كل فتلتين جنب بعض ليهم نفس الحركة، ونفس الحكاية بالنسبة لخيوط اللحمة. واحنا بنطلق على المات ويف 2 على 2 ان هو ريجولار مات ويف، لان نسبة ظهور خيوط السدة لخيوط اللحمة في التركيب النسجي متساوية. يعني انا هنا لو جيت عديت المربعات اللي بتمثل لي وارب اوفرلاب هلاقيهم 8، ولو جيت عديت عدد المربعات اللي فيهم ويفت اوفرلاب هلاقيهم 8 برضو، فهنلاقي ان التركيب النسجي ده تركيب متوازن، علشان كده بيطلق عليه ريجولار مات ويف. هنرسم السيرفيس ابيرنس للمات ويف 2 على 2، وهنبدأ بترقيم خيوط السدة. 1 هنسيب المربع اللي جنبيها فاضي، 2 ومربع فاضي، 3 4. انا عندي ده الاربعة دول هما بيمثلوا لي الاربع خيوط الوارب اللي عندي، وطبعا زي ما اتفقنا ان خيوط الوارب هنديها دايما اللون الاحمر. دلوقتي هنبدأ نرقم خيوط الويفت، 1 سيب مربع فاضي، 2 3 4، ودول هيمثلوا لي الاربع خيوط
الويفت اللي موجودين في الريبيت يونت بتاعه المات ويف 2 على 2. وزي ما اتفقنا برضو انه الويفت هياخد دايما اللون الازرق. دلوقتي هنبدا نوزع الحركه بتاعه الخيط طبقا للكانفاس اللي عندنا. فانا هنمشي مع خيوط الوارب، فهنمسك خيط الوارب الاولاني وهنشوف الحركه بتاعته. هنا في مربع، مربعين فوق بعض فيهم علامات، يعني النقطه دي والنقطه دي بيقابلهم الاثنين دول في الكانفاس. المربعين دول فيهم علامه، ده معناه وارب اوفرلاب، يعني خيط الوارب فوق خيط الويفت، يعني النقطتين دول هيكون اللي ظاهر فيهم خيط الوارب بالشكل ده، خيط الوارب فوق الويفت وارب اوفرلاب. بعد كده المربعين التانيين فاضيين، ده معناه انه ويفت اوفرلاب، يعني لون خيط اللحمه هو اللي باين، فهنسيبهم زي ما هم. طبعا انا عندي الخيط الاولاني والتاني ليهم نفس الحركه، الاولاني والتاني، خيط السدا الاولاني وخيط السدا التاني ليهم نفس الحركه. فطبعا هندي برضو للمربعين دول لون خيط السدا. احنا كده خلصنا اول يعني فتلتين من خيوط السدا. هنيجي عند الاثنين التانيين، هنلاقي ان انا عندي الاربع مربعات دول، احنا عندنا الخيط الاول والتاني ليهم نفس الحركه، والثالث والرابع ليهم نفس الحركه. هنلاقي يقابلهم الاربع مربعات دول فاضيين، ده معناه ويفت اوفرلاب، فهنسيب هنا الخيط اللحمه هو اللي فوق، يعني هنسيب لونهم ازرق. وبعدين هنبتدي ندي الاربع مربعات دول اللي بيقابلهم الاربع مربعات اللي فيهم علامه، يعني وارب اوفرلاب، يعني لون خيط الوارب هو اللي فوق وهو اللي باين. وكده احنا عملنا السيرفيس ابييرنس للريبيت يونت بتاعه المات ويف 2 على 2. هناخد مثال تاني على الريجولار مات ويف بالمات ويف 3 على 3. ده معناه انه الخيط بيتحرك فوق 3 وتحت 3، والمات ويف زي ما قلنا نسيج ممتد في الاتجاهين، يعني الوارب والويفت بيتضاعفوا طبقا للحركه اللي موجوده عندي في التركيب النسجي. فعندي الوارب، انا هجيب العدد بتاع الوارب ازاي؟ باني هجمع الحركه اللي عندي، هتطلع 6، يبقى انا هيبقى عندي 6 في الوارب، وبالتالي برضو هيبقى عندي 6 في الويفت. هبتدي دلوقتي ارسم التركيب النسجي بتاعي. هرقم الاول خيوط السدا 6، وعندي برضو نفس الكلام 6 في اللحمة. هحدد المساحة اللي انا هشتغل فيها. دلوقتي هبدأ املى التركيب النسجي بتاعي. زي ما قلنا مات ويف نسيج ممتد في الاتجاهين، يعني همشي مرة مع اتجاه الوارب وهمشي المرة التانية مع اتجاه الويفت، وهقسم المربع بتاعي طبقا للتركيب النسجي اللي عندي او للعدة بتاعتي. وبعدين هبتدي اوزع العلامات. تعالوا نمشي الاول مع خيط السدا الاولاني ونطبق عليه التركيب النسجي 3 على 3. 1 2 3 على 3. وزي ما قلنا احنا هنيجي هنا وهنعمل فاصل علشان نقدر نميز ما بين اختلاف الحركة ونوزع العلامات بسهولة. فاحنا هنيجي هنا نعمل فاصل، الفاصل ده هيبقى ما بين اختلاف العلامات. يعني انا عندي هنا الخيط السدا الاولاني بيمشي فوق 3 من خيوط اللحمة، وبعدين بيمشي تحت 3 التانيين، فأنا عند اختلاف الحركة هعمل فاصل ما بينهم. طيب بالنسبة لخيوط اللحمة، أنا همشي مع خيط اللحمة الأولاني 1 2 3 على 3، برضو نفس الحكاية، هعمل فاصل عند اختلاف الحركة بتاعة الخيط بالشكل ده. أنا كده قسمت التركيب النسجي بتاعي لأربع مربعات. دلوقتي هبتدي املى المربعات دي طبقا لقاعده التبادل اللي هو اصلا المات ويف مشتق منها. فانا دلوقتي هبتدي كل مربع فيه علامه، كل مربع كبير جواه مربعات فيها علامات، كل المربعات اللي جواها هتبقى فيها نفس العلامه. طبعا احنا قاعده التبادل، فالمجموعه دي مش هيكون فيها اي علامات، والمجموعه دي برده مش هيكون فيها اي علامات، لكن المجموعه دي هيكون فيها علامات.
بالشكل ده. احنا كده خلصنا الريبيت يونت للمات ويف 3x3. لازم عندي اي خيط من السدة او اي خيط من اللحمة يكون عامل لي نفس الحركة 3x3. فهناخد مثلا الخيط التاني 1 2 3x3، وهناخد الخيط مثلا الخامس في اللحمة 1 2 3x3. وطبعا العلامات اتملت بطريقة تبادلية، وده شكل المطوي في 3x3. تعالوا نعمل دلوقتي تكرارين من المطوي في 3x3. دي الريبيت يونت بتاعة المطوي في 3x3. هنبدأ نعمل تكرارين. التكرارين يعني احنا بنضاعف عدد خيوط السدة واللحمة، فانا عندي 6 في السدة و6 في اللحمة، يعني هيبقى عندي 12 و12. هنضاعف العدد عشان نعمل تكرارين. هنرقم الاول خيوط السدة، وبعدين هنرقم خيوط اللحمة. دلوقتي هحدد المساحة اللي انا هشتغل فيها التركيب النسجي بتاعي. هنبدأ دلوقتي نوزع العلامات، فهنمشي مع السدة خيوط السدة الأول، وبعدين هنعمل خيط اللحمة. هنبدأ مع أول خيط من خيوط السدة، أول مربع تحت على الشمال، وهنحط فيه علامة 1 2 3x3، 1 2 3x3. طبعا هنعمل الفاصل زي ما قلنا عند اختلاف الحركة، هنعمل فاصل بالشكل ده. احنا كده خلصنا خيط السدة. تعالوا دلوقتي نشتغل على خيط اللحمة. فهنشتغل بصورة أفقية، هنشتغل أفقي على أول خيط من خيوط اللحمة، 1 2 3x3، 1 2 3x3. وبرضو نفس الحكاية، هعمل الفاصل عند اختلاف الحركة. ده هيساعدني كتير إن أنا أملى العلامات بشكل صحيح. دلوقتي أنا عندي المساحة كلها اتقسمت لمربعات كبيرة، كل مربع فيه مجموعة مربعات صغيرة. هبتدي أملى المجموعات دي بطريقة تبادلية. خلاص هنبتدي الأول خالص عند المربع الأولاني، كله هياخد نفس الحركة. المربع اللي جنبيه فاضي بالتبادل. المربع ده فيه علامات، والمجموعة دي مربعاتها كلها فاضية. هنيجي عند اللي فوقيها، هنملاها برضو بالتبادل. المجموعة اللي فيها المجموعة اللي فيها علامات فوقيها وجنبها مجموعات فاضية، والعكس. انا كده خلاص مليت المجموعات كلها. كررت التكرار النسجي مرتين، في اتجاه السدة وفي اتجاه اللحمة، وده عندي شكل التو ريبيتس للمات ويف 3x3. اللي قدامنا دول 3 تكرارات للمات ويف 3x3، وزي ما انتوا شايفين برضو انه خيوط السدة بتتحرك في مجموعات، كل 3 خيوط من خيوط السدة بيتحركوا نفس الحركة، ونفس الكلام بالنسبة لخيوط اللحمة. والمات ويف 3x3 ده برضو بيعتبر من الريجولار ويفز، لان لو جينا هنا على الريبيت ويف وبصينا على الخيوط اللي ظاهر فيها خيوط السدة يعني فوق خيوط اللحمة، هنلاقي ان عددها مساوي للنقط او لعدد خيوط اللحمات اللي ظهر على وش التركيب النسجي، وبالتالي على وش القماش. هنرسم دلوقتي السيرفيس ابييرنس للمات ويف 3x3. انا عندي دي الريبيت يونت للتركيب النسجي مات ويف 3x3. هنبدا دلوقتي نحدد خيوط السدة 1، وهنسيب جنبها مربع فاضي، 2 3 4 5 6. دول هيبقوا خيوط السدة. وهياخدوا اللون الأحمر. دلوقتي هنبدأ نحدد خيوط الوفت 1، وهنسيب جنبها المربع فاضي، 2 3 4 5 6. دول هيمثلوا لي خيوط اللحمة.
وخيوط اللحمة هيبقى لونها أزرق بالشكل ده. دلوقتي هنبدأ نحدد الحركة بتاعة الخيوط. هنمسك خيط السدق الأولاني، وأنا عندي زي ما احنا قلنا احنا في المطويف الخيوط بتتحرك في مجموعات، فالحركة اللي هيتحركها الخيط الأولاني هتنطبق على التاني والتالت لأنه هو 3 على 3، تمام؟ فأنا هظبط حركة الخيط الأولاني وهعمل التاني والتالت زيه. فأنا عندي بالنسبة للخيط الأولاني فهو في وارب أوفرلاب، أول 3 نقط، أول 3 نقط التقاء للخيط السدق الأولاني بخيط اللحمة الأول والتاني والتالت، عندي 3 وارب أوفرلاب. فطبعا النقطة دي أو الثلاث نقط دول هياخدوا لون الوارب، لأن لون فتلة الوارب هو اللي ظاهر. بعد كده الخيط التاني والتالت هياخدوا نفس الحركة، يعني هيبقى 3 نقط دول وارب أوفرلاب هياخدوا نفس الحركة. وطبعا الجزء اللي فوق ده اللي هم 3 نقط دول اللي بيقابلهم 3 دول في الكانفاس ما فيهمش علامة، يعني الوارب الويفت فوق الوارب، يعني ويفت أوفرلاب، يعني لون خيط الويفت هو اللي فوق هو اللي باين، وهنسيبهم بالشكل ده. طيب هنيجي على الـ3 خيوط التانيين، هنلاقيهم عكس الـ3 الأولانيين. الـ3 نقط دول في الخيط الرابع والخامس والسادس دول اللي بيقابلهم المجموعة دي في الكانفاس، والمجموعة دي فاضية ما فيهاش علامات، ده معناه ويفت أوفرلاب، يعني خيط الويفت هو اللي فوق الوارب، فهيتسابوا لونهم أزرق. وعكسهم هيبقى الـ3 نقط اللي بعد كده، ده اللي بيقابلهم النقط دي فيهم علامات، ده معناه وارب أوفرلاب، يعني الخيط الوارب فوق خيط الويفت، يعني هياخدوا اللون الأحمر. احنا كده عملنا او رسمنا السيرفيس ابييرنس للمات ويف 3 على 3. هناخد مثال دلوقتي على الريجولار مات ويف بالمات ويف 2 على 1. بما اننا قلنا انه المات ويف هو نسيج ممتد في الاتجاهين، في اتجاه السدة وفي اتجاه اللحمة، يبقى عدد خيوط الوارب والويفت هيكون مجموع الحركة بتاعة التركيب النسجي. فاحنا عندنا دلوقتي مات ويف 2 على 1، يبقى الوارب عندي هيكون مجموع 2 زائد 1 هيساوي 3. ونفس الكلام برضو على الويفت، الويفت هيكون مجموع الحركة 3. يبقى عشان اعمل ريبيت يونت واحدة من المات ويف 2 على 1 هعملها على 3 خيوط للوارب و3 للويفت. تعالوا دلوقتي نبدأ نرقم خيوط السدة 1 2 3، وهنرقم خيوط اللحمة 1 2 3. هحدد المساحة اللي هشتغل فيها التركيب النسجي بتاعي بالشكل ده. دلوقتي هبتدي امشي مع خيوط السدة الاول، خيط السدة الاول، وبعدين همشي مع خيط اللحمة ووزع التركيب النسجي بتاعي 2 على 1. فأنا عندي أول مربع تحت على الشمال هيتحط فيه علامة، وبعدين 2 على 1، تمام؟ وهنبدأ دلوقتي نعمل الخط، نرسم الخط بتاع الفاصل ما بين الحركة، الحركة باختلاف الحركة بتاعة الخيط بالشكل ده. يبقى احنا دلوقتي عملنا 1 2 على 1، 1 2 على 1، وحطينا خط فاصل عند تغيير الحركة بتاعت خيط السدة الاولاني. دلوقتي هنبدأ نعمل خيط اللحمة الاول، 1 2 على 1، وطبعا هنرسم برضو خط فاصل عند اختلاف حركة الخيط بالشكل ده. يبقى انا قسمت الريبيت يونت بتاعتي لمجموعات، كل مجموعة فيهم هتبقى ليها نفس العلامة باتباع قاعدة التبادل الخاصة بالبلين ويف. فانا عندي المربع الكبير ده هيكون المربعات اللي فيه كلها فيها علامة، وبعدين هنملى العلامة بطريقة تبادلية، يعني المجموعة دي مش هيكون فيها علامات ولا دي، يبقى هنحطها في المربع ده. لما نيجي نختبر بقى أي خيط من خيوط اللحمة هنلاقيها بتنطبق عليها القاعدة 1 2 على 1، ولو جينا برضو شفنا خيط السدة الثالث مثلا 1 2 على 1،
في أي اتجاه هنقدر نطبق العدة أو القاعدة بتاعة التركيب النسجي اللي هو 2:1. هنعمل دلوقتي 2 repeats من المات ويف 2:1. 2 repeats يعني بنكرر الريبيت يونت دي مرتين، هيكون عندنا في السدة 6 وفي اللحمة 6. فهنبدأ نكرر، هنبدأ نرقم خيوط السدة عندي 1 2، وهنرقم خيوط اللحمة، وبعدين هنحدد مساحة التكرار بتاعي بالشكل ده، وبعدين هنبدأ نطبق التركيب النسجي في كلا الاتجاهين، في اتجاه السدة وفي اتجاه اللحمة. فهنبدأ في الأول في اتجاه السدة، وهنقول 1 2:1، 1 2:1. طبعا زي ما اتفقنا احنا هنحط خط بالشكل ده فاصل عند اختلاف حركة الخيط. يبقى احنا كده قسمنا، التكرار بتاعي على حسب حركة خيط السدة. تعالوا دلوقتي نكرر مات ويف 2:1 في اتجاه اللحمة. فأنا عندي هنا أول مربع تحت على الشمال، أدي 1 2:1، 1 2:1، وهرجع برضو أعمل خط فاصل عند اختلاف حركة الخيط بالشكل ده علشان أقسم المساحة كلها لمربعات وأقدر أوزع فيها العلامات بالتبادل. دلوقتي أول مربع عندي في المربعات الصغيرة اللي جواه هيكون كلها واخدة نفس العلامة، لأن الخيط هنا ماشي بنفس الطريقة فوق وتحت، 2 فوق وواحدة وتحت خيط، يعني فوق 2 وتحت 1. تمام، المربع اللي بعديه هيبقى فاضي، المربع اللي بعد كده هيبقى 2:1. تمام، المربع هنا فاضي، هنا هيكون في علامة، وبعدين دول فاضيين وهنا في علامة بالتبادل، يعني هنملى المربعات بالتبادل بالشكل ده. هنا برضو هيكون في علامات، والمجموعة اللي بعدها فاضية اللي هنا دي، وبعدين هنا هيكون فاضي وهنا فيها علامة بالشكل ده. كده احنا عملنا تكرارين من المات ويف 2:1. زي ما انتم شايفين ده شكل الريبيت يونت للمات ويف 2:1، ودول 4 ريبيتس او 4 تكرارات للتركيب النسجي. ونقدر نشوف بوضوح انه عدد المربعات اللي فيها علامات اللي هي بتعني وارب اوفرلاب اكتر من عدد المربعات اللي هي ما فيهاش اي علامه اللي هي ويفت اوفرلاب. فهنلاقي ان نسبه خيوط الوارب اللي ظاهره على سطح القماش اكبر من خيوط الويفت، عشان كده اطلق على التركيب النسجي ده الريجولر لعدم تساوي ظهور خيوط الوارب وخيوط الويفت على سطح التركيب النسجي. هنرسم دلوقتي السيرفيس ابييرنس للمات ويف 2:1. هنبدأ بترقيم خيوط السدة 1، وهنسيب المربع اللي جنبيها فاضي، 2 3. بقى انا عندي الارقام دي بتمثل لي 3 خيوط بتوع السدة، وزي ما احنا قلنا انه خيوط السدة دايما هيكون عندنا لونها احمر. بعد كده هرقم خيوط اللحمة 1، وهسيب المربع اللي بعديها فاضي، 2 3. دول هيمثلوا لي خيوط اللحمة. خيوط اللحمة هنديها اللون الأزرق. دلوقتي هنبدأ ننظم حركة الخيوط في السيرفيس ابييرنس. عندي أول مربع هنا اللي بيقابله المربع ده في علامة، يعني معنى ذلك إن هنا هيكون خيط الوارب هو اللي فوق خيط الويفت، المربع ده المفروض ان هيبقى لونه احمر زي لون خيط السدة. في المربع اللي بعديه اللي بيقابله المربع ده والمربع فيه علامة، ده معناه ان اللون هنا هيكون لون خيط السدة. بعد كده المربع الثالث هنا بيقابله مربع فاضي، ده معناه ان خيط الويفت هو اللي فوق فهيتساب لونه ازرق زي اللي عملناه في الخيط الاولاني. هنعمله في الخيط الثاني، المربعين دول فيهم وارب اوفرلاب لونهم احمر، والمربع ده ويفت اوفرلاب فهيتساب لونه ازرق.
بالنسبة لخيط السدة الأخير عندي النقطتين دول بيقابلهم الاتنين دول والمربعين هنا فاضيين، ده معناه ويفت اوفرلاب، فهيتساب لون خيط اللحمة هو اللي ظاهر. وبالنسبة للنقطة دي اللي بيقابلها دي فيها علامة يعني وارب اوفرلاب، يعني هيكون لونها أحمر، وده هيكون شكل السيرفيس ابيرنس للمات ويف 2 على 1. هناخد مثال تاني على الاريجولار مات ويف. المات ويف 3 على 2، زي ما قلنا المات ويف نسيج ممتد في الاتجاهين، هيكون عندي عدد خيوط الوارب والويفت بيساوي مجموع الحركة بتاعة التركيب النسجي، فهيكون عندي الوارب هيكون عندي 5 والويفت 5 برضو، 3. دلوقتي هبدأ أرسم الريبيت يونت للمات ويف 3 على 2. في البداية هرقم خيوط السدة وهرقم خيوط اللحمة وهحدد المساحة اللي أنا هشتغل فيها التركيب النسجي. دلوقتي هبتدي أملى التركيب النسجي وهبدأ من أول مربع تحت على الشمال. في البداية هعمل المات ويف في اتجاه السدة وبعدين هعمله في اتجاه اللحمة، فأنا هبدأ الأول خالص في اتجاه السدة وهبتدي أشتغل المات ويف 3 على 2، 1 2 3 على 2، احنا كده عملنا في اتجاه السدة. وزي ما اتفقنا ان احنا بنحط خط عند تغيير حركة الخيط بالشكل ده، احنا كده عملنا في اتجاه السدة. هنعمل برضو نفس الحركة بتاعت المطوي في اتجاه اللحمة، 1 2 3 على 2، وبرضو هنحط خط عند تغيير الحركة بتاعت خيط اللحمة. دلوقتي هبدأ أتعامل مع كل مربع من المربعات الكبيرة وأطبق عليها قاعدة التبادل الخاصة بالبلين ويف. فأنا هنا عندي المربع ده فيه علامات، فهكمل العلامات اللي في المربع ده بالشكل ده، بعد كده المجموعة اللي فوقيها هتبقى فاضية والمجموعة اللي جنبها برضو نفس الحكاية، وهنملأ المجموعة دي بالتبادل بالشكل ده. أنا كده عندي الريبيت يونت بتاعة المات ويف 3 على 2. هبتدي دلوقتي اعمل تكرارين من المات ويف 3 على 2. انا عندي دي ريبيت يونت على 5 خيوط للسدة و5 للحمة، يبقى لما هاجي اعمل تكرارين هيكون عندي 10 خيوط في الوارب و10 في الويفت. هبتدي ارقم الخيوط الاول وبعدين هحدد المساحة اللي انا هشتغل فيها. دلوقتي هبدأ اكرر الريبيت يونت دي مرتين في اتجاه السدة واللحمة، فهبدأ دلوقتي بخيط السدة الأولاني وهبدأ أطبق عليه الحركة بتاعة الخيط 3 على 2، 1 2 3 على 2، 1 2 3 على 2. دلوقتي هرسم الخط الفاصل عند تغيير حركة الخيط، ده هيساعدني كتير وأنا بوزع العلامات. انا كده وزعت العلامات في اتجاه السدة وحطيت الخطوط بتاعتي. دلوقتي هبتدي اعمل اللي عملته في اتجاه السدة في اتجاه اللحمة، فهمسك خيط اللحمة الاولاني وهبتدي اطبق عليه الحركة بتاعة الخيط، 1 2 3 على 2، 1 2 3 على 2. هرسم الخطوط اللي بتفصل لي العلامات عن بعضها بالشكل ده. انا كده عندي المساحة بتاعتي او التكرار بتاعي اتقسم لمربعات كبيرة، كل مجموعة مع بعضها هتاخد نفس العلامة. فانا عندي هبتدي في اتجاه السدة علشان ما تلخبطش، فانا عندي المجموعة دي زي ما احنا قلنا ان الخيوط في المات ويف بتتحرك في مجموعات، فانا عندي اول 3 خيوط من خيوط السدة بيتحركوا نفس الحركة مع بعض، فهيكون واخدين نفس العلامة.
هيبقوا فوق 3 وتحت 2، وبعدين فوق 3 وتحت 2 اللي هم دول. تمام، هنيجي في اللي بعدها، الخيطين اللي بعد كده بيتحركوا نفس الحركة، فطبعا هنملى العلامات بالتبادل، فهيبقى عندي المربعات دي فاضية، ودول هيكون فيهم علامة، ودول هيكونوا فاضيين، وبعدين هنا هنحط العلامات وهكذا. أنا كده وزعت العلامات كلها، وكده يعتبر التكرارين بتوعي خلصوا. دول تكرارين من الماتويف 3x2. دول 4 تكرارات للماتويف 3x2، والماتويف 3x2 هو الريجولار ماتويف، لأن عدد خيوط السدة اللي ظهر على سطح التركيب النسجي غير مساوية لعدد خيوط اللحمة، وعشان كده اتسمى بالريجولار ويف. هنرسم دلوقتي السيرفيس ابيرنس للماتويف 3x2. في البداية هنرقم خيوط السدة 1، وهنسيب مربع فاضي 2، هنسيب مربع فاضي 3 4 5، ودي هتكون خيوط السدة. دلوقتي هنرقم خيوط اللحمة 1، وهنسيب مربع فاضي 2 3 4 5، ودي هتكون خيوط اللحمة. دلوقتي هبتدي أنظم حركة الخيوط، فهمشي مع أول 3 خيوط عندي من خيوط السدة، أول 3 خيوط واخدين نفس الحركة. فأنا عندي أول 3 خيوط من خيوط السدة عاملين وارب أوفرلاب، يعني جايين فوق أول 3 خيوط من خيوط اللحمة. فأنا عندي 9 حركات أو 9 مربعات دول اللي هما بيمثلوا لي الجزء ده في الكانفاس أو في التركيب النسجي ده. ده فيها علامة يعني وارب أوفرلاب، يعني لون خيط الوارب هو اللي باين، فالنقط دي هتاخد اللون الأحمر بالشكل ده. بعد كده الثلاث خيوط دول هينزلوا تحت الفتلتين بتوع اللحمة اللي هي الرابعة والخامسة، فهيكون عندي 6 نقط دول بيمثلوا لي ويفت أوفرلاب، فهيفضل فيهم لون خيط اللحمة هو اللي فوق. بنفس الطريقة هنعمل الخيط الرابع والخامس للريبيت يونت، عندي نازلين تحت أول 3 من خيوط اللحمة، فأنا عندي النقط دي فيها ويفت أوفرلاب، يعني لون خيط اللحمة هو اللي ظاهر. بعد كده الأربع نقط دول اللي هما بيقابلهم الأربعة دول في الكانفاس فيهم علامة يعني وارب أوفرلاب، يعني هيكون لونهم أحمر بالشكل ده، وده هيكون عندي شكل السيرفيس ابيرنس للماتويف 3x2. في الستيتش ماتويف بنعمل تعديل بسيط على الماتويف علشان نزود الفيرمنس او نزود تماسك القماش، لان زي ما انتم عارفين انه مجموعه العلامات دي بتعني انه في مجموعات من خيوط السده او اللحمه بيتحركوا مع بعض، ولما بتكون مجموعات خيوط السده بتتحرك مع بعضها بالشكل ده، ده بيعمل حاجه اسمها فلوتس او تشييف لخيوط السده، يعني خيوط السده بتكون ظاهره على وش القماش او وش التركيب النسجي لمسافات، وده بيسبب ضعف او لوزنس في التركيب النسجي. علشان نقلل من اللوزنس ده بنيجي في نص المجموعات بتاعه الخيوط، سواء الوارب اوفرلاب او في مجموعات الويفت اوفرلاب، وبنعمل حاجه اسمها ستيتش. يعني ايه؟ يعني بنغير في العلامه اللي في نص المجموعات دي، العلامه اللي هي في النص دي ممكن نغير في علامه او في علامتين في تركيب المط الاكبر. فاحنا عندنا هنا دلوقتي ده الستيتش مات ويف 3x3، ودي عندنا العلامه اللي في النص. علشان نقلل من الـ يعني اللوزنس بتاع التركيب النسجي زي ما قلنا، بنستخدم الطريقه دي.
بنعمل ايه؟ بنيجي عند منتصف المجموعات، مجموعة العلامات دي، وبنبتدي نغير العلامة. يعني انا عندي العلامات دي كلها معناها وارب اوفرلاب، يعني خيوط الوارب هي اللي ظهر على وش القماش. علشان ازود الفيرمنس، يعني ازود تماسك القماش الى حد ما، باجي في النص هنا وبغير العلامة. في نص العلامات اللي هي بيكون فيها وارب اوفرلاب، باجي عند النص وبغير العلامة دي، بشيلها علشان تبقى ويفت اوفرلاب. وباجي في نفس الوقت في مجموعات الويفت اوفرلاب، وباجي عند نص العلامات دي وهقوم حاطة علامة الاكس دي اللي معناها الوارب اوفرلاب. يعني انا بغير بس العلامة اللي موجودة في نص التركيب النسجي المت، تمام؟ نفس اللي عملته هنا هكرره هنا. هاجي هنا في منتصف المجموعة دي وهحط علامة، ده معناها انه في نص المساحة اللي فيها ويفت اوفرلاب في علامة واحدة هيكون فيها وارب اوفرلاب. ونفس الحكاية هنيجي عند النص هنا وهنشيل او هنحذف علامة واحدة من الوارب اوفرلاب علشان نخليها ويفت اوفرلاب. وده شكل المات ويف لما هنيجي نعمله، او الستيتشد مات ويف اللي هنعمله على المات ويف 3x3. اللي قدامنا الريبيت يونت للستيتش مات ويف، و 3 ريبيتس او 3 تكرارات لنفس التركيب النسجي الستيتش مات ويف 3x3. هاخد مثال تاني على الستيتش مات ويف وهطبقه على مات ويف 6x6. زي ما انتم شايفين انا هنا هاجي عند المربعات اللي في النص، اللي هي في نص المجموعه بالظبط بتاعه الوارب اوفرلاب، وهبتدي ان انا اغير العلامه بتاعتها بالشكل ده. بخليها بدل ما هي وارب اوفرلاب هخليها ويفت اوفرلاب. وفي نفس الوقت هاجي عند المجموعه اللي هي بتاعه الويفت اوفرلاب وهغير العلامه بتاعه المجموعه اللي في النص بالشكل ده. اللي انا عملته هنا هرجع اكرره تاني في المجموعه دي. دي مجموعه المربعات او الاربع مربعات اللي موجودين في نص الويفت اوفرلاب، هغير العلامه بتاعتهم وهخليها وارب اوفرلاب. وفي نفس الوقت هشيل المجموعه اللي في النص دي علشان اعمل ستيتش بالشكل ده، اغيرها واخليها ويفت اوفرلاب. ده شكل الستيتش مات ويف 6x6. اللي شايفينه قدامنا دلوقتي دي الريبيت يونت للستيتش مات ويف 6x6 وثلاث تكرارات من نفس التركيب النسجي. مثال تاني على الستيتش مات ويف، وهنعملها على يعني مات ويف اكبر شويه، مات ويف 6x6. فده عندي التركيب النسجي او الريبيت يونت. فاحنا هنا هنيجي نعمل، بس مش هنعمل المربع اللي في النص ده عدد زوجي، لا هنيجي عند المربعات اللي هي دي وهنبدا نشيلها نحذفها، نخليها بدل ما هي وارب اوفرلاب هنخليها ويفت اوفرلاب. وفي نفس الوقت هنيجي عند نفس المربعات هنا وهنحط فيها علامه بالشكل ده، تمام؟ يبقى احنا كده شلنا يعني غيرنا علامات في نص المجموعة دي من الوارب اوفرلاب، وشلناها شلنا العلامة، يعني خليناها بدل ما هي وارب اوفرلاب خليناها ويفت اوفرلاب. وعملنا في نفس المكان في المجموعة بتاعة الويفت اوفرلاب حطينا فيها العلامتين، مكان نفس المكان بتاع العلامتين اللي احنا شلناها. واللي احنا عملناه هنا هنكرره تاني هنا في النقطة دي. هنيجي هنا في النص بالظبط وهنحط علامة كده. احنا جينا في منتصف المجموعة بتاعة الويفت اوفرلاب، غيرنا العلامتين اللي في النص بالشكل ده، وهنيجي عند المجموعة بتاعة الوارب اوفرلاب وهنشيل العلامتين. وده هيكون شكل الستيتش مات ويف اللي ممكن نحصل عليه من المات ويف 6x6. ده شكل تاني للستيتش مات ويف باستخدام المات ويف 6x6، ودول 3 تكرارات من نفس التركيب النسجي. الفانسي مات ويف عبارة عن تراكيب نسجية بيزد اون المات ويف العادي، وبتتعمل علشان نحصل على ديكوريتيف ابييرنس او تراكيب نسجية زخرفية للقماش المنسوج.
هناخد مثال على الفانسي مات ويف بالمات ويف 5x5. في البداية أنا هشتغل على المنطقة اللي فيها وارب أوفرلاب، وهحدد الأول الأماكن اللي أنا عايزة أغير فيها حركة الخيط بالشكل ده. أنا طبعاً المربعات كلها فيها علامات، ده معناها وارب أوفرلاب. أنا حددت المنطقة اللي عايزة أشيل فيها أو أغير فيها حركة الخيط وخليها ويفت أوفرلاب علشان أعمل تأثير الفانسي أو التأثير الزخرفي اللي أنا عاوزاه. تمام. أنا هنا هرجع أعمل اللي عملته في الجزئية دي في منطقة الوارب أوفرلاب، هعمله هنا في منطقة الويفت أوفرلاب بس بطريقة عكسية. يعني المربع الفاضي هحط فيه علامة علشان بدل ما هو بيمثل لي ويفت أوفرلاب هيمثل لي وارب أوفرلاب، وهعكس نفس الحركة اللي أنا عملتها. يعني هفترض أن أنا هنا في مراية وأن أنا هعكسها بس بطريقة، يعني هعكس الصورة هنا بس بطريقة عكسية، يعني زي النيجاتيف كده. المربع اللي فيه علامة هيقابله مربع ما فيهوش علامة، والمربع الفاضي هيقابله مربع فيه علامة. يعني الوارب أوفرلاب الناحية دي هيمثله لي هنا المربع اللي قصادي وفت أوفرلاب والعكس. فأنا هاجي هنا عند النقطة دي وهقول إن أنا هنا شلت العلامات من هنا عشان يمثلوا لي وفت أوفرلاب، فهاجي هنا وهحط علامة في المربع اللي بيقابلها الناحية التانية بالشكل ده. هاجي تاني أنا هنا شلت العلامات من المنطقة دي، فبيقابلها هنا المنطقة دي في منطقة الويفت أوفرلاب، فهرجع أحط علامات فيها تاني كأني شلت العلامات من تحت وحطيتها فوق، عكستها في منطقة الويفت أوفرلاب. أنا كده عملت تأثير الفانسي مات في الجزئية دي. اللي أنا عملته هنا هرجع أكرره هنا. هاجي هنا عند المربع اللي بيمثل لي الويفت اوفرلاب وهبتدي اعمل المرايه برضو تاثير الانعكاس، اللي هو المربع اللي فيه علامه هيقابله مربع فاضي، والمربع الفاضي هيقابله مربع فيه علامه. فهبدا ان انا املى العلامات بتاعتي بالشكل ده كاني بعمل انعكاس ليها الناحيه التانيه، وهاجي هنا برضو نفس الكلام هنقل العلامات في منطقة الوارب أوفرلاب. هبتدي أحذف العلامات من نفس الأماكن اللي أنا حطيت فيها علامات في منطقة الويفت أوفرلاب. ده عندي هيكون شكل الفانسي مات ويف 5x5. لو جينا ظللنا بقى التركيب النسجي بتاعنا علشان نوضح أكتر تأثير الفانسي، ممكن نعمل كده ونظللها، وده هيكون شكل الريبيت يونت للفانسي مات ويف 5x5. ده شكل 3 تكرارات من الفانسي مات ويف 5x5. مثال تاني على الفانسي مات ويف على المات ويف 5x5. في البداية هشتغل على منطقة الوارب أوفرلاب، المنطقة دي هحدد العلامات اللي أنا عايزة أغيرها. طبعا المربعات هنا فيها علامات، ده معناها وارب اوفرلاب. انا حددت الاماكن اللي انا عايزه اغير فيها العلامه واخليها ويفت اوفرلاب عشان تديني التاثير الزخرفي اللي انا عاوزاه. هغير العلامه بالشكل ده، وبعدين العلامات اللي انا شلتها من هنا هحطها هنا في منطقه الويفت اوفرلاب. يعني هغير هنا نفس الاماكن اللي انا غيرت فيها العلامات تحت وخليتها ويفت اوفرلاب هخليها وارب اوفرلاب هنا. كأني عكست التأثير. تمام بالشكل ده احنا كده خلصنا الجزئية دي. هنرجع تاني نكرر اللي احنا عملناه هنا، هنكرره في المجموعتين دول. فأنا عندي هنا في منطقة الويفت أوفرلاب هبتدي برضو أحدد العلامات اللي أنا عايزة أغيرها بالشكل ده طبقا للرسمة بتاعتي أو لتوزيعة العلامات اللي أنا عاوزاها أو اللي أنا عملتها في الخيوط الأولانية دي. وهاجي هنا برضو أحدد أماكن العلامات اللي أنا عايزة أغيرها وأخليها تبقى ويفت أوفرلاب بالشكل ده. أنا كده عملت انعكاس للتركيب الفانسي، وده شكله. ممكن علشان أشوف التركيب النسجي بصورة أوضح ممكن أظلل كل المربعات اللي بتمثل لي الوارب أوفرلاب اللي فيها علامات بالشكل ده.
ده هيكون شكل الفانسي مات 5×5، شكل تاني من أشكال الفانسي مات أو الأشكال الزخرفية اللي أنا ممكن أعملها وتكون يعني أساسها المات ويف. ده شكل تاني للفانسي مات اللي بيزد اون مات ويف 5×5، ودول 3 تكرارات من نفس التركيب النسجي. الأقمشة المصنوعة من التراكيب النسجية المات بتستخدم في صناعة الملابس، القمصان، أشرعة المراكب، وقماش الدك كلوس. والقماش الدك كلوس ده اللي بيستخدم في صناعة الكانفاس اللي بيترسم عليه، وكمان أقمشة الخيام.